ونبقى في هذه المرة في أيضا عن فيما يتعلق بتحليل الأسواق مع رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا وسهلا فيك. بداية نود أن نتحدث فيما يتعلق بأسعار النفط وما نسمعه من تضارب التصريحات حول قرار أوبيك بلس وما يتعلق بخفض الإنتاج وكيف سيكون انعكاساته أيضا على تحركات الاقتصاد العالمي. ولربما الجانب الأمريكي يرى بأن هذا القرار هو قرار منحاز للجانب الروسي. يعني خلينا نحكي من نفس المنطلق الذي تحدثنا. أوبيك بلس هي بنظرة اقتصادية قررت تخفيض الإنتاج، ونظرة اقتصادية نوعا ما في مكانها، الطلب متراجع بنتيجة العديد من العوامل الرئيسية، وبالتالي يعني ما جرى من قبل أوبيك بلس شأن قيام الفدرالي الأمريكي بتقليص أسعار الفائدة عندما بدأت أزمة كورونا، لا بل يعني العملية اقتصادية بحتة. بالنسبة للتوترات الجيوسياسية قد تخدم أطراف على حساب أطراف أخرى، أعتقد أوبيك بلس كحلف لمنتجي النفط يبحثون أولا عن الفائدة الاقتصادية وثانيا عن استقرار وتوازن السعر، فبالتالي ممكن نحن نشوف أنه نحن العملية التي حدثت فعليا هي فعلا توقعات بأن الركود الاقتصاد العالمي سيؤثر بشكل كبير على الطلب، ومن ثم كان هناك عملية التقليص. التقليص نوعا ما كان كبير، ولكن بقدر ما هو كبير بقدر ما هو التخوفات الموجودة فعليا على الأرض بالنسبة لإمكانية الركود الاقتصادي. نحن إلى الآن يعني لم نصل إلى مستويات الطلب التي كنا عليها قبل الأزمة كورونا، التي يعني خلينا نقول تلاشت تأثيراتها على الأرض ومؤثراتها بشكل كبير جدا، وسلاسل التوريد عادت بشكل كبير، ولكن التوترات الجيوسياسية والقلق الموجود في الأسواق يعني لعب دورا عكسيا في تراجع الطلب والتضخم المرتفع، لأنه كان في عندنا نحن إفراط في عملية تحفيز الاقتصاد خلال فترة كورونا، يتم الآن تنظيم الأسواق من السيولة الزائدة من خلال أسعار فائدة مرتفعة، بالتالي ذلك أثر على الطلب بلا شك. نعم. طيب يعني رائد، الآن أبرز ما تترقبه الأسواق فعليا يعني هي بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن يعني لدينا توقعات بأن نشهد تراجع في مستويات التضخم إلى 8.1% مقارنة مع بيانات أغسطس، والتي هي بالفعل تراجعت مقارنة مع الأشهر الماضية. برأيك لأي مدى فعليا سوف نشهد هذه التوقعات على أرض الواقع بالنسبة لهذه البيانات، في ظل مثل ما كنا شاهدنا محضر الفدرالي الذي أشار على استمرارية تشديد النقد من قبل الفدرالي فعليا؟ يعني المحضر أظهر القرار بالإجماع يوم أمس على الاستمرار بتشديد السياسة النقدية، وهذا يعطي إشارة وضوء أخضر واضح أن الفدرالي الأمريكي مقدم على تشديد السياسة النقدية ويحتاج أن يرى مستويات تضخم أقل. بالتالي أي قراءة سوف تكون عند مطابق للتوقعات 8.1% أو عند 8% أو حتى أعلى من المتوقع سوف تصب في صالح أن الفدرالي الأمريكي سوف يستمر بنهج التشديد السياسة النقدية ب 75 نقطة أساس على الأقل في كل اجتماع سوف يعقده من هنا حتى منتصف العام القادم. بمعنى آخر أنه هذا سوف يضغط بشكل كبير على النمو الاقتصادي، وممكن أن يضغط على الاقتصادات الناشئة كذلك الأمر، ولكن في نفس الوقت سيضغط على التضخم ودفعه بالاتجاه الهابط. خلينا نقول أنه الاقتصاد الأمريكي حتى الآن يظهر مرونة كبيرة مع أسعار الفائدة. أنا متحدث على المعطيات الاقتصادية أو الاقتصاد الجزئي التي صدرت من أمريكا حتى الآن. هناك مرونة كبيرة، سوق العمل في أفضل حالاته، لدينا يعني تأثير محدود نوعا ما على النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت لدينا أسعار فائدة يتم رفعها بقرابة النقطة تقريبا كل شهر أو شهرين، فهذا يعتبر ضغط كبير على الاقتصاد الأمريكي ومع ذلك يستوعبه. بالتالي 4.5% ممكن نشوفها مع أول شهر من العام القادم، وفي نفس الوقت نرى التضخم أنه لن يصل إلى مستويات دون 6% حتى منتصف العام القادم، بالتالي ذلك يعطي مجال للدولار الأمريكي أن يرتفع، قد يصل حتى إلى مستويات 117 إلى 118 كمؤشر للدولار الأمريكي أمام نظراءه من العملات الأخرى.
نعم، لو تحولنا هذه المرة للحديث عن الاقتصاد البريطاني بعد ما سجل انكماش في شهر أغسطس، وأيضا الآن إعلان بنك إنجلترا فيما يتعلق بوقف شراء السندات هذا الأسبوع، برأيك كيف ستكون لهذه الخطوة انعكاسات على الاسترليني؟ يعني أعتقد هناك قلق وتوتر كبير جدا موجود على في ساحة المملكة المتحدة الاقتصادية، والتدخلات الكثيرة من قبل البنك المركزي البريطاني فيها دلالة ضمنية على أنه هناك يعني مشاكل كبيرة يحاول أن يتجنبها البنك المركزي من خلال السياسة النقدية ومن خلال التدخلات في عمليات الشراء لثلاثة أيام متتالية من السندات، وتوسيع هذه الدائرة والتدخل الطارئ الذي كان من حوالي ثلاثة أسابيع أو أسبوعين من قبل البنك المركزي أيضا لنفس الأمر، وهو حماية محاولة لحماية معاشات التقاعد والثروة البريطانية بشكل أو بآخر. الاقتصاد البريطاني كان يعني على وشك أنه يفقد ثقة من ناحية سوق السندات بشكل حاد يتدخل البنك المركزي. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه في عندي الجنيه الاسترليني تحت الضغط، وهو عند مستويات حاليا أعتقد يعني ممكن أن نشهد أقل حتى من مستويات 1.10. يعني رائد، سؤال باختصار فيما يتعلق بالخطة المالية اللي بتعتزم بريطانيا أيضا إعلانها نهاية هذا الشهر، ما الذي تتوقعه الأسواق من هذه الخطة؟ أنا أعتقد أنه أصلاً إذا كانت هذه الخطة كانت مبنية سابقاً على التمويل بالعجز وعلى أن يكون هناك اقتطاعات ضريبية كبيرة، أعتقد بالحركة الأخيرة أظهرت أنه ثقة الدين بالنسبة للمملكة المتحدة فرجال وهشة بشكل كبير، بالتالي سوف يكون هناك تقليص في عملية خلينا نقول برنامج المقترح في تمويل تخفيضات الضرائب، وبالتالي ذلك سوف يسبب نوعا ما صدمة نفسية للأسواق، انه ممكن انه التضخم يبقى الى درجة كبيرة عند مستويات الرقمين لفترة ممتدة بعض الشيء داخل المملكة المتحدة في الفترة القادمة دون ان يكون هناك تدخل فعلي، وانه التحرك من قبل الحكومة والانفاق الحكومي سوف يكون متدرج سموث حتى الربع الرابع حتى من العام القادم حتى نبدأ نرى فعليا تحسن في الأسواق. ولكن الجنيه الاسترليني عام الآخر من المتوقع أنه يكون 1.09 هي أدنى المستويات. نشكرك رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.